هل يفعل شيئا بسم الله والحمد وهو لله فعلا والصلاة في هذا والسلام على الوقت رسول الله الكرام. لو ربنا لو رأيتم هذه الحلقة أعنا على فزادوا الطاعة شكرنا جزيلا وابعد وشكرا عنا جزيلا. كل فكر يؤدي بنا إلى إغضابك يا كريم يا حنان يا منان. ابعدنا عن كل لئيم يا مولانا يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم دفعنا وسوف ورحمة ندفع من الله وبركاته، جريمة الشرك ورضوان ولا عليهم عدوان دون أن إلا نقبل على عهدا الأوباش اللي قال. عهدا ولا ناخذ شهادة الآية التالية: ولا تفسدوا في الأرض. وأغلب العرب الكرم وأغلب من يدعون أنهم من أمة الإسلام يقومون بعكس ذلك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تو كان ظلم، جيتوا أنتم خذيتوا السلطة، فالظلم عاد وربما أفظع وأكثر قبح وأكثر إيلام وأكثر تخريب. رب يقول: ولا تفسدوا كمؤمنة ولا تفسدوا الأرض. كم من حزب ديني ظهر بعد تسلم السلطة كان أتعس من ظلم المعتدين على الدين، يقولوا الدين فيهم الشعب. ولا ورينا ورينا ورينا، ولكل حال الله لا يورينا شيء خايب في الأيام القادمة إن شاء الله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، وادعوا الله وأنت خائف منه ومن عاقبة أعمالك وإشاراتك وأفكارك، وادعوه خوفا وطمعا واطمع وانت مؤمل ان ربي مش يغفر لك، وان ربي مش يصلح حالك وحال اهلك وحال احبابك وحال قومك وحال المجر. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. هنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، هنا قال ان رحمه الله قريب من المحسنين، لانك من المحسنين ان تعبد الله كانك تراه. احنا دائما نتحدث عن الاسلام والايمان والاحسان، والسلام على ما اراد ان يكون من السالمين بفضل رب العالمين.